هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. هون سيدي التحدي الثاني معانا ببرنامجنا. هون انتو جايين تدلوني يا اخوان قربت اتبع رياضة ما تقول لي مش هبلي تفضل. ليون طقس العرب اين انت؟ تفضل سيدي. طبعا ليون العب واحد في المنطقة عشان نكون في الصورة. ايوه للبينج بونج فيش حدا لحد الان وضيوفنا اللي اجوا علينا قدر يغلبه. نتمنى انك انت تغلبه. حلو نتمنى انك انت تغلبه. انا البوز ممنوع. ايش هو؟ بوز ممنوع. مو بوز ممنوع. ما شفتش بوز. طيب اشرح لك هذا التحدي، التحدي راح يكون فيه اسئله محرجه، اذا تحرشت باسئله، اوكي؟ معك 1 باس ومعك كمان 1 باس بس بتخسر سكور من سكورك. اوكي. لازم تجاوب على الاسئله وانت بتلعب، اذا طلعت الطابه برا بنوقف الاسئله بنرجع نكملها، لازم تكون عم تلعب، لازم تغلبه ونشوف مدى تركيزك. ايه؟ للقديش؟ مش للقديش، حسب من خلص للأبان. انا بقدر اخلص وانهي التحدي متى ما بدي. تمام؟ اوكي. جاهزين محجزين؟ جاهزين سيدي. تفضل. 3 2 1 يلا. شوي شوي محجزين. كيف حالك؟ بجنن. كويس منيح. تمام. انت بتقدر ما تجيب الطابه لانه في عندنا كمان طابات احتياط. حلو. امجد اول سؤال سيدي العزيز، هل تعتبر او هل تعتبر حالك ما أخذ حقك إلى الآن في مجال الإعلام والكوميديا والتمثيل؟ فيش حدا في الأردن أخذ حقه بأي شيء. فيش حدا في الأردن أخذ حقه بأي شيء. ليش؟ الأردن هيك. كيف في ناس عندهم فولوورز، في ناس ماخذين حقهم وعملوا مصاري من السوشيال ميديا؟ طول ما أنت في الأردن أسامة، يعني كل ما انخفض مستوى وعي المحتوى المحتوى تبعك، ارسل المحتوى تبعك بتكون أحسن. بكل ما انخفض مستوى المحتوى تبعك بتكون أحسن. بيكون عندك فولوورز أكثر. بيكون معك مصاري أكثر. بكونوا يعني فولورز عندك. طب أمجد طيب ماشي أوكي، كم عملت من شغلك وشهرتك مصاري؟ منيح. ما زال معك مصاري مجمعها؟ لا. يعني أنت حاليا طفران؟ طبعا طبعا. وين طيرت مصاريك اللي جمعتهم؟ وين؟ كثير أشياء والله. بكثير أشياء بس على يعني إجمالا استمتعت فيهم. استمتعت فيهم يعني ما بتندم أنك ما جمعت فلوس؟ لا طبعا لا ما بتندم أبدا. تمام 100%. شو النسبة من 10 بتعطيها لحرية الإعلام في الأردن؟ سالب 12. احنا ما احنا احنا مساكين صح؟ احنا تعبانين ومساكين. سالب 12 وانت قدمت شو قدام الملك عبد الله؟ مرتين. طيب مرتين قدمت قدام الملك عبد الله. ما هو قدام الملك انت بتقدر تاخذ راحتك بس قديش بدك يعني مش راح تقدر تضمن دائما انه الملك يعني يتابعك او يكون عندك نفس الحريه قدام يعني قدام سيدنا الحريه هينه موجوده بس المشكله بال يا سلام. حلو ممتاز. انا معظم المرات اللي كان ممكن انا ادي فيها كانت من اللي حواليه مش منه ابدا. طيب عمرك اعتقلت بسبب رايك السياسي؟ لا. عمرك حصل لك مضايقات بسبب رايك السياسي؟ حصل لك مضايقات انطلب منك انك ما تحكي؟ طبعا. كثير ولا شوي؟ يعني 4-5 مرات 6 مرات ايه كان طبعا. في مقابلة قديمة لك حكيت انك من مؤيدين الزواج المدني، متى راح نشوفك عريس؟ بس يلغوا الزواج اصلا. طب هل راح يكون زواجك مدني؟ هذا الموضوع معتمد على مالك نعجت. قول. بيعتمد على يعني على الاخر لانه انا ما بختارش بختارش بناء على يعني انه فلان هيك فيلا اتجوز، لا انا يعني حدا بيختاره قلبي فبقول يلا ندخل بهي التجربه هيك طيب ندخل هاي المرحله يعني عندك كثير عدوات بالمجال اللي احنا فيه، ناس مش انت وياهم صحبين؟ مش كثير بس في طبعا. احمد سرور شو وضعه؟ لا احمد يعني شوف كنت انا وياه كثير اصحاب هلا بس احنا اصحاب بس عدوات لا عدوات لا معنى عدوات بس لا. على ما يبدو ما فيش ود بينك وبين احمد سرور مش زي اول طبعا مش زي اول مع انه شريك نجاحك وشريك طبعا النجوميه اللي بلشتوا فيها طبعا ونمنا بالشوارع سوا يعني يعني عشنا ايام الطفر سوا طيب ايام خلينا اكون صريح معك لو صح لك فرصه ترجع تجتمع انت واحمد سرور ببرنامج بتوافق؟ طبعا بتوافق لا هو بيوافق. طيب هو ممكن يتوقع انه يوافق؟ لا 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 انت راح توافق ولا هو راح يوافق؟ لا ما طيب 100%. امجد
في 21/4 طبعا لليون نتيجة. 21/4 لليون؟ ليه؟ انتو بتعي ايش؟ طيب في اراء كثير بتقول ان امجد مدعي معرفة وثقافة، وعندما يكون موجود بقعدات واماكن بحب يستعرض بمعلومات ما حدا بيعرفها عشان يبين حاله انه هو مثقف. كيف بدي اعرف المعلومات اللي ما حدا بيعرفها؟ بيقولوا بيقولوا بدهم ايش بدي اسوي؟ استعرض بثقافتك. بس استعرض بثقافتي يعني مش عارف. شوف ثقافتك السياسية ثاني، لأن أنت من الشباب اللي جدا مثقفين سياسيا. فبستعرض. ما هو يعني شوف هلا هي قصة تستعرض بثقافتك مش سياسيا. أنت يعني أتوقع أنك أنت شخص ما عرفت الشخصية فيك، أنت قارئ تقريبا كل كتب الأدب صح؟ صحيح. ما عدا كتابين، الأدب الهندي والأدب الصيني. والأدب العربي والله مش كثير فيه. بس أقول لك شغلة أسامة، الناس ما بتحبش تشوف، يعني بتحبش انك تقول لهم انه انت بتعرف او كذا. تمام. ليه؟ ما بعرف. تمام. طيب يعني من الشخص او الكوميدي اللي بنظر امجد حجازين لا يستحق لقب كوميدي؟ يا لهوي، بدك تذكر لنا اسم. اذكر لك اسم؟ لا عشان كمان حرام يعني. بالنهاية ناس تاكل ايش. حلو. بس مليان. ايه مليان. مليان طبعا. انا كم نسبتهم اللي بيضحكوك من الكوميديين الاردنيين؟ ممكن ثلاث فقط. اثنين ثلاث. عدد لي اثنين من اللي بيضحكوك. يعني اكثر حدا بضحكني مثلا اميس الغول. اميس الغول. تمام. اميس انا قبل ما اتعرف عليه قبل ما اكون بعرفه شخصي حكيت معه مره عشان استضيفه، كنت وقتها في جي بي سي في الراديو. حكيت له جاوب وحكيت له انا يعني انت اكثر حدا في الاردن بضحكني. اميس الافيه عنده حاضر تماما، بديهته دائما حاضره. تمام. بس كمان اميس مقصر بحق حاله، هو بيشتغلش حاله كثير، بس لو هو يعني اكثرهم اكيد. يا اخي انت اللي ما بتتفق معه سياسيا بتحقد عليه وبتكرهه على المستوى الشخصي؟ ما بتفق. لا اكره على المستوى الشخصي هذا بيكون موضوع خيانه، بس ما بتفق معه سياسيا طبعا لا. يعني انا ما بكرهش غير يعني انا بس عندي مشكله مع المطبعين هذول اللي ممكن تقول يعني بكرههم. طب ليش امجد حجازين فقد الامل، وانا بعرف بانه يعمل برنامج سياسي يكون مؤثر ويكون يعني اعلاميا ناجح، برنامج سياسي ناقد ساخر، ليش فقدت هذا الامل مع انه انت فقط؟ انا بحس انت مبدع بكل المجالات، ولكن فقط انت بتعرف تبدع اكثر بالمجال السياسي. لانه مش حينسمح لك تحكي اللي انت بدك اياه. طب حريه الاعلام في الاردن لها مستقبل ولا بالنازل؟ لا بالنازل، وحتضل النازل اكثر. بالنازل بضل بالنازل اكثر. طيب اكثر شيء بخوفك شو بعد الحلقه؟ شو بصير فيه على اجابات هاي؟ بعد نازل فارد صدري ولا بعد ولا حريه سلبت ماشي لا بس صراحه شو اكثر شيء خوفك؟ خليني أتركك تفكر لأنه الجرس رن حاليا. خلينا نشوف مين فاز معنا. لا كمل هذاك. تكمل. النتيجة لهسة 39. هذا عيد ميلاد. طبعا عيد ميلاد أقول لك 39. طيب خلينا نشوف إحنا أي بوكس فتحنا فيه مشعل ذكريني. أيوة ضايل. تمام ممتاز. اللي اخر كومنت حاليا معنا مشير الباث ربح معنا الجائزه وجبه لشخصين مقدمه من مطعم ليتس ميت، قسيمه بنزين كمل امجد لعب بقيمه 10 دنانير مقدمه من المناصير للزيوت والمحروقات، باكج للعنايه بالبشره مقدمه من توني مولي. شكرا لطقس العرب جول من خلالهم قدموا لنا هاي الجوائز للمناصير امنيه ومجموعه المراد. شكرا لكم امجد. نقطه حلوه حبيبي. تمام اوكي امجد نقطه بشعه. بس أنا اوكي الشبك الحديد. طبعا بدي اسالك سؤال استغل انه احنا اليوم نحكي بصراحه، شو رايك باسامه الجيتاوي صراحه بعد ما نحف بطل الرجال الرجال ذكر لما اكلنا الوجبه عند دار ام غساره رجعنا عليه كانت ايام والله يا اخوان مره والله انا وامجد حجازين اكلنا وجبه ونص عائليه 28 قطعه احنا اثنين كانت معفرة عظم بيطلع بس تفاجئين انه بتنصح وتحكي لي ساعات. طبعا انت بشكل عام ناجح بالاشياء اللي بتسويها وكذا، خلينا نكون مع بعض صريحين،
شوف يعني شوف بالظروف الطبيعية أسامة أنت بتقدر تحط مقياس بس يعني بظروف زي وضع الأردن ما بتقدر تقول أنت ناجح أو مش ناجح. هل أنت بتقدر تقول أنت عايش ولا مش عايش؟ بالأردن تقدر تقول أنت عايش أو مش عايش. بس ناجح أو مش ناجح بدها يعني بالأردن بدها يعني مقوم مختلف. لأنه نجاح بالأردن. أنت عايش ولا مش عايش؟ لا مش عايش طبعاً لا. ليه مصاب بالإحباط صار لك 3-4 سنين؟ مصاب بالإحباط؟ نعم أنت إنسان مصاب محبط تعبر يعني إحباطك أكثر من مرة. ليه محبط؟ من شو محبط؟ إيه ما أخذت فرصتك ما قدرت تحقق نجومية. كانوا بتعرف إحنا بشهر رمضان يعني فالإشي شوي ديني. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. والأمر في الأردن عم بوسد لغير أهله بس. أنا ما بقدر أحكي بعد هيك كلام. لا كلام على كلامك أنت بس بدك جاوب شباب تفهم تعرف كيف بس تعرف بس تعرف يا زلمة. هاي جبت نقطة وأنت بتستعرض. 100%. آخ يا أمجد. طيب. ايش في تصرف عملته وندمت عليه كثير او حكيت كان لازم صبرت اكثر؟ قص المعدة. قص المعدة لانك انت يعني راحت على الفاضي القصة كأنه لا انا ندمت اني انحفت يا زلمة. ندمت انك انحفت؟ ما جبت طبعا يعني اذا انت لسه معك مجال ترجع تنصح كمان؟ طبعا بدك ترجع تنصح كمان؟ طب سؤال جزء من انه ندمت انك انحفت انك فقدت كاريزمتك هذا صحيح ام خطأ؟ لما انحفت فقدت الكاريزما تبعتك. مش الكاريزما كمان الناس بطلت تضحك عليك. بطلت تضحك تضحك علي. عفوا بطلت تضحك الناس. اقول لك شغله كمان انا بطلت احس ب يعني اقول لك في اشياء شخصيتك تبنيها اصلا. يعني انت بتبني اشياءك بناء على انت شو. لما انت هاي الاشياء لك 30 سنه عم حلو انا بقول تسلخني في مفطرين. فمره واحده يتغير هذا الاشي بعدين انا يعني اقول لك شغله انا عملتها ضمن ظروف معينه العمليه واكتشفت لانه بعد ما عملت العمليه ظروف الهيبيك راحت فصحنت انه ليش عملت العمليه ما كنت كويس ما كنت منيح صحتك يا عمي ماله صحتك النصاحه مش انسى الشكل نصاحه صحه يعني على الصحه مش صح دهون جلطات مالها جلطات كويس الواحد يدور عليها دوره الي قبل عايش هيك طيب اخر سؤال شو الفرصه اللي تستناها تغير حياتك هلا بعرفش اسامه اذا كان في يعني في امل للتغيير بحياه حدا لانه يعني هلا زي ما انت عارف انا 37 سنه ما بعرفش اذا ضل في يعني في شيء للتغيير حقيقي بمعنى تغيير لساتك شاب امجد اول طلعتي اسامه احنا بنحكي على ظروف المكانيه مكان زي الاردن العشرين زي الستين إذا بدي يكون فعلا في تغيير حقيقي بدي يكون برا المكان فيعني إذا ممكن في يوم من الأيام حكينا وياك هذا الموضوع هاجر ممكن يعني بتهاجر تطلع برا بلد تشوف فرصتك ما عندكش مشاكل ممكن نسمع إنه في يوم من الأيام أمجد هاجر طيب بس تهاجر راح تصير من جماعة اللي بيعرضوا من برا لا إذا شو طيب صوتي مش عالي هو إحنا عشان الحلقة تطلع ويوافقوا عليها الشباب الطقس العربي يفضل إنه مخف شوي صوتي مش عالي بعرفش أدخن على الشاشة هيك انتهى التحدي بتقدر تريحوا قد إيه نتيجة سعاد 44-16 حطها سيدي يعطيك ألف عافية هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت